في دبي انطلقت فعاليات القمة العالمية للحكومات تحت شعار استشراف حكومات المستقبل. هذه هي القمة العاشرة التي تعقد قمة الحكومات العاشرة التي تعقد في دبي بمشاركة نخبة من قادة الدول ورؤساء الحكومات وصناع القرار، وبيكون فيها عقد اتفاقات ثنائية، اتفاقات جماعية، في يعني مدير عام صندوق النقد كانت موجودة، مسؤولين كبار من البنك الأهلي الدولي كانوا موجودين، محافظ المركز المصري وعدد من محافظي الدول الكبرى كانوا موجودين. هذه قمة مهمة بيحصل فيها نقاش ليس فقط أمام الكاميرات ولا في المنتدى يعني على العلن، ولكن أيضا خلف الأبواب المغلقة في نقاشات، في يعني تداولات بين رؤساء الدول وبين المنظمات. النهاردة الرئيس كان يعني له جلسة مهمة وحوار، ففي هذه الجلسة تحدث الحقيقة لمدة 40 دقيقة عن مصر. اتكلم الرئيس عن التجربة المصرية، كيف استطاعت مصر أن تنهض أو تحقق مسار للتنمية رغم كل التحديات اللي حصلت واللي ما زالت مستمرة واللي احنا بنواجهها حاليا، ولكن ازاي قدرت مصر بعد من 2011 ل 2013 كان في طبعا حالة من الانهيار الاقتصادي الكبيرة، والرئيس حذر منها وقال انه خلي بالكم من بلادكم، ما حدث في 2011 السنين اللي بعدها كلها حالة يعني دمار ما كان يمكن لمصر أن تخرج منها لولا صلابة الشعب المصري ولولا طبعا ستر ربنا. واتكلم عن دول كثيرة طبعا حوالينا لم تستطع أن تنهض من هذه الحالة، واتكلم على تحديات التوازي وقال أنا كان أمامي أو كان أمامنا كدولة مسارات متوازية، ما كانش ينفع أن احنا نشتغل في مسار ونترك الآخر. اشتغلنا في الكهرباء واشتغلنا في الطرق، اشتغلنا في الربط الكهربائي، اشتغلنا في التنمية، اشتغلنا في دخلنا على الجانب الصحي وموضوع فيروس سي، اشتغلنا على التعليم لكن ده بياخد وقت طويل، فكان أمامنا مسارات متوازية لم يكن ممكنا أمامنا على الإطلاق أننا نترك نشتغل في مسار ونترك المسار الآخر. وعشان كده الناس بتقول أنت أنفقت كتير جدا أو الحكومة أنفقت كتير جدا في أمور كثيرة، ما كان لنا أن نترك مسارا دون الآخر. وطبعا ضرب مثال بالشيء الأكثر أهمية بالنسبة للمصريين الكهرباء، ما كانش ممكن نعيش بدون كهرباء وده أنفقنا فيه تريليونات من الجنيهات. نشوف كان عندنا تحديات، ما فيش تحدي قبل تحدي، ده التحديات كلها على خط واحد، التحديات كلها على خط واحد. يعني ايه على خط واحد؟ يعني ما عنديش اولويات، ما اقدرش اقول ايه اخد دي واسيب دي. التحدي الاولاني بعد 2011 هو حاله التشرذم والتفكك وفقد الامل والياس اللي كان بيعاني منها المصريين، ودي حاله مش بس وليده 2011، ده منهج اتعمل على مصر من ناس جوه مصر بفكر معين، عشان يعني متهيأ لهم ان الدولة لما تقع هتبقى في ايديهم، ما يعرفوش يعني ايه دولة، ان الدولة لما تقع ما بترجعش تاني. طب مصر رجعت ليه؟ دي ارادة ربنا. كان في عندي تحدي الطاقة. تحدي الطاقة يعني ايه؟ يعني عندي كان عندي مشكلة كهرباء وعندي مشكلة غاز وعندي مشكلة بوتاجاز. طيب ده معناه ايه؟ معناه لما اجي اقول لك ان انا صرفت على قطاع الكهرباء في مصر ما يقرب من 1.8 تريليون جنيه، هو تقول لي هو ما كانش في مشكله كهرباء؟ لما حد من دلوقتي يعني المتابعين للشأن في العام في مصر يقول لك ايه؟ انتوا صرفتوا فلوس كتير قوي في البنيه الاساسيه والمشروعات القوميه. طب هو انا كان عندي فرصه، والكلام ده انا قلت لوزير الكهرباء في 2000، انا توليت المسؤوليه في 2014، قلت له انت متصور انك انت السنه الجايه الكهرباء دي ما تتحلش اللي بقى لها 7 سنين؟ لو ما اتحلتش البلد دي هتخرب وتضيع. على نفس النسق ده قطاع زي قطاع النقل في مصر، القطاع ده تكلف 2 تريليون جنيه.
ده جزء من القطاعات اللي الرئيس استفاض الحقيقه فيها. اتكلم ايضا عن العاصمه الاداريه، لان سؤل من زميلنا فيصل بن حريز اللي هي يعني كان بيدير الجلسه بامتياز، سؤل عن العاصمه الاداريه والكلام انه احنا استثمرنا استثمارات ضخمه في العاصمه الاداريه. نسمع ما قاله الرئيس. الرئيس قال انه العاصمه الاداريه واتكلم عن مساحتها، احنا اردنا ان نخرج من الحي الضيق الذي تعيش فيه مصر، ومصر سكانها بيزيدوا بشكل كبير وعندنا نمو سكاني ضخم. واتكلم ايضا على انه انا كنت كدولة مطور استراتيجي، طورت هذه المنطقة، خدت المنطقة دي وتمنها تمن الارض يعني جنيهات قليلة، بعد تطويرها أصبح لها قيمة أكثر من ذلك بكثير، وبالتالي أنا أعمل كمطور استراتيجي للدولة كلها وللمدن الجديدة في الدولة كلها. والقصة مش العاصمة الإدارية فقط، ولكن القصة 24 مدينة ذكية بيتم إنشائها في كل الجمهورية لتصل مصر إلى مساحة أكبر من المساحة، يعيش المصريون على مساحة أكبر كثيرا من المساحة التي يعيشون عليه. نسمع ما قاله الرئيس عن العاصمة الإدارية. بص الكلام، قلت تحدي التواجد المكثف في شريحة أرض 5% من مصر. مصر مليون كيلومتر مربع، 5% يعني 50,000 كيلو. بقالهم كده قد إيه؟ بقالنا كده 100 العمر كله. خلاص ضاقت علينا. وحتى بيئيا بقت مؤذية. اللي حصل إن إحنا قلنا إيه؟ مش العاصمة. إحنا بنتكلم في 24 مدينة ذكية. كم؟ 24 مدينة. مدينة ذكية. طبعا ليه؟ لأن النتائج اللي حصلت بالتواجد بتاعنا بالشكل التقليدي اللي بنتكلم عليه ده، بقى فيه أكتر من 40-50% من الكتلة السكانية في مصر عشوائيات. خلاص بقى ما فيش تنمية عمرانية خالص. بقى الناس عايزة تعيش وبس. فكان لابد إن إحنا نخرج بره الشريحة ديت ونصل ل 10-12% من مساحة مصر. إذن أنت بتتكلم بقالك عشرات ويمكن أكتر من 200 سنة عايش على 4-5%، وعايز في خلال 10 سنين تبقى على 10-12%؟ أيوة. والعاصمة جزء منها. طب الفلوس جاية منين يا فيصل؟ الفلوس جاية إيه؟ منين؟ طيب الموازنة الحكومة لا تتحمل بناء المدن دي، لكن الفكرة دايما اللي أنا بقولها للدول اللي هي عايزة تحل مسائل وظروفها الاقتصادية لا تستطيع أن تحقق ذلك. أنا النهاردة كان متر المساحة العاصمة 700 مليون متر مربع. كم؟ 700 مليون متر مربع. لو أنت حسبت المتر ب 100 جنيه يبقى 70 مليار، ولو حسبته ب 1000 يبقى 700 مليار، ولو حسبته ب 10 يبقى 7 تريليون. والمتر؟ ما أنا هفهمك إزاي تحوله من متر ب 100 جنيه لمتر ب 10,000 جنيه. لكن فخامة الرئيس، يعني هناك حديث عن أهمية وضرورة اتخاذ مثل هذه الخطوة. البعض يرى أن في ظل هذا التحدي الاقتصادي لا يمكن الحديث عن بنيان، لابد الحديث عن الإنسان. يعني كيف يمكن الرد على مثل هذه؟ أنا رديت عليك وقلت التحدي بتاع جودة التعليم والتحدي بتاع جودة الصحة، الاثنين دول مع بعض مع عمل فرص عمل يعملوا اللي انت بتتكلم عليه. الانسان اللي انت بتتكلم عليه ده برنامج طويل قوي. انا لما اجي اعمل مسار تعليمي جديد او مسار تعليمي متطور اشوف نتائجه بعد كام سنه؟ بعد سنين، عقود. 14 سنه. كم؟ 14 سنه. 14 سنه اطلقه النهارده اشوف نتائجه كاول خريج بالتعليم المجود ده بعد 14 سنه. دي خطه طويله الايه؟ طويله الامل.